التأثير، واحنا مكملين بقى ونشوف بشكل عملي اكتر سير العمل ازاي بيكون. اتفضل يا فندم. في القسم الاول احنا بنراجع البيانات دي 3 مرات نعم. عشان نراعي دقة البيانات واستحقاق الشخص اللي بيطلب جواز السفر، انه من الناحية القانونية نستوفي الشكل القانوني. فلما بنخلص هذه المهمات بيتحط هنا، وبحيث ما يحصلش في تعديل ما يتلمسي، والجواز المصري يعتبر من اعلى الجوازات المؤمنة في العالم. طب هل ممكن نشوف كده مثلا على ارض الواقع؟ اتفضل يا فندم. نفهم بقى من حضرتك ايه الماكينات دي، ويعني مثلا في باسبور هنا نقدر نشوفه بشكل برضو واقعي اهو. ده حضرتك جواز دبلوماسي خام. نعم. بيتحط هنا. المكنة دي طبعا بتتلقى البيانات من الكمبيوتر ده. الكمبيوتر البيانات دي بعد ما يكون تم مراجعتها كذا مرة. فبعد كده بيدي الاوردر، بيخش بقى البروسس، ما حدش بيلمسه، بحيث ايه في النهاية الموضوع يكون فولي اوتوميتد ومؤمن وغير قابل يعني انه حد ايد تلمسه. وده احنا الحقيقة استحدثنا يعني اكثر الانظمة حداثة في العالم. لما جينا عملنا هذا النظام كان الاول الجواز سفر يدوي، لكن طلعت بقى حضرتك زي ما انت شايف كده صدر بقى خلاص او كده صدر اهو. بصي بيصرف دقيقة واحدة، الطباعة دقيقة واحدة. ده فعلا اخذ اقل من دقيقة كمان يمكن. اخذ اقل من دقيقة لان كل المعلومات والبيانات بتكون مسجلة على المكنة. فبيخش هنا بعد كده to be printed، بيطلع من هنا، بعد كده بيتمضي عند رئيس قسم الجوازات ويراجع مرة أخرى البيانات، بحيث بيمر بأربع فترات يعني 4 مراحل مراجعة، بحيث كل البيانات فيها تبقى دقيقة وشديدة الدقة.